ممكن اقول لك حاجه وما اعرفش اذا كنت هتاخدها بمحمل ايجابي ولا سلبي. لو مش هتشتميني خلاص. لا لا العفو. لا لا العفو مستحيل. لا لا مستحيل مستحيل. لا يعني بص مقتنعة جدا بإمكانياتك الإخراجية والتأليفية والتشخيصية أكاديميا وعمليا، إنما أنت عندك فطرة تمثيل خالد الصاوي من الـ من الـ من المعادن النادرة. موافقة إن أنت بتفكر كويس جدا وبتفهم سيكولوجية البطل أو الشخصية اللي أنت بتأديها، إنما في حاجات أنا ما أعتقدش لو واحد قاعد يذاكر فيها 150 سنة إنه هيعرف يعملها بالتلقائية دي. دي نتيجة سنين ونتيجة أخطاء كمان، أخطاء وتصليحها. بمعنى زمان أنا كنت بخش مثلا حافظ أشكال، قلت لك 50% دلوقتي، كنت بخش حافظ دوري ودورك ودورها ودوره كله وكل ملحوظات الإخراج مذاكرة وفاهم قصده ومراميه والكتابة والبتاع ومتناقش مع الكتاب لما هلكهم. بس بعد شوية قلت ده واخد من مين؟ من الممثل. اللود ده ما هو انت هنا ده ساعة معينة، انت شايل الساعة دي لمين دلوقتي؟ يعني هنستفيد بايه دلوقتي؟ هيقولوا احسن واحد حفظ مثلا؟ انا عارف ان انا مش بعمل كده عشان اتمنظر بيه، انا بعمل كده علشان من كتر حماسي للشغل. طيب يا سيدي متحمس قوي، ما تحاول توظف الحماس ده في حتة تانية. يعني انت لما تبقى متحمس لواحده مثلا مش هتفضل بحبك 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 يعني خلاص يا سيدي عرفت والله هتاخد خطوه ولا بحبك بس يعني متحمس ل المثال ده عظيم على فكره. الفرق ما بين السذاجه والغشوميه والرسو وبعد شويه لا والعجز برضو لما بتكبر بيحصل حاجه مهمه قوي غصب عننا. ده الانسان يميل الى الاقتصاد، كل ما بيكبر شويه بيقتصد اكتر. الحركه اللي ما كانش ليها داعي بيقللها قبل ما يقللها علشان هو مش قادر يمشي. لا يعني بيبقى اتعلم على مدار السنين انه لو رفع حواجبه قوي ان شاء الله 180 درجه مش هتدي التاثير اللي هو لو عمله نص كده. وبيبقى شاف نفسه كتير وسمع اراء الناس واتفرج على نفسه وعرف امكانياته. بس في حاجه كمان، حاجه ان انا بصالح نفسي طول الوقت. يعني انا زي ما انا ساخر اصلا، فبعد زي ما بقعد اتفرج على اي حد وبوظ اللي هو ايه يا عم مش للدرجه دي وبتاع، بعمل كده مع نفسي. انت بتقعد تتريق على نفسي كمان بالعكس اكتر، يا يعني مش للدرجه دي قوي. فتاني مره لما باجي اعملها ببقى عارف ان انا. طب انت اتريقت على نفسك قبل كده؟ لا يعني في الاول خالص كل كان التاثير المسرحي الزياده اللي في شغلي ده بيضايقني، مش حتى مش بتريق عليه بتضايق منه. لا يعني كانت قله خبره قوي ويمكن كنت عنيد كمان شويه. طب زي ايه؟ فكرني بدور او بمشهد. لا لا زي مثلا فيلم جمال عبد الناصر كان في اداء مسرحي تحس شويه زياده، بالذات مع رئيس جمال عبد الناصر وملك الخطابه والمش عارف ياخدك في ده لو ما اتحجمتش. انما في ناس انا ما بنساش ان هي يعني ليها فضل في البناء بتاعي وفي صورتي كممثل على الشاشه، زي اولهم استاذه انعام محمد علي. مخرجه الكبيره. طبعا 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 مخرجه عظيمه واستاذه. فانا لما اشتغلت معاها في ام كلثوم ولي الشرف، واشتغلت معاها بعد كده في قاسم امين، واشتغلت عملت خديوي توفيق، وعملت الاستاذ مصطفى امين في ام كلثوم، وعملت معاها دور في مباراه زوجيه، ثلاث مسلسلات ورا بعض. دول اسسوني جامد على علاقتي بالشاشه. كنت اشتغلت قبل كده بس انا كنت اعتبر انه يعني هبولي شويه يعني اجتهادات مني وعدم انصياع يمكن وعدم اقتناع احيانا بتوجيهات من المخرجين.